السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. كما يعلم الغالبية من خبر نزل كالصاعقة على الجميع وأصبح ترند في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرا عودة توغاشي ومانغا هانتر إكس هانتر. لا أعلم إن تم تأكيد الخبر حتى الآن، لكنه غالبا سيكون صحيح 100%. الخبر نزل على حساب في تويتر وعليه تفاعل رهيب من عشاق مانغا هانتر في اليابان. الحساب نزل صورة لسكريبت الفصل السادس الذي رسمه توغاشي بعد العودة، لأن توغاشي غالبا ما يرسم 10 فصول قبل تسليمها لمجلة شونين جام. فهنيئا لكل عشاق هذا العمل الرائع الذين لم يستسلموا وبقوا متشبثين بعودة توغاشي والتي كانت مستحيلة في نظر البعض. نتمنى أن يكون الخبر صحيحا، لأنني من الأشخاص الذين انتظروا سنوات وسنوات. أما بخصوص موعد نزول الفصل الأول بعد السحبة، فغالبا سيكون الموعد من شهر 8 إلى نهاية السنة. أما في أسوأ الحالات، فقد لا نرى عودة هانتر الرسميين إلا مع بداية السنة القادمة،